معايا الآن عبر الهاتف الكابتن الكبير كابتن علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني. مليون مبروك يا فندم، فوز كان مهم بكل تأكيد. كابتن كريم، فوز مهم والحمد لله، فضل كبير قوي من عند ربنا. ثلاث نقاط مهمين جدا من فريق عنيد زي الجونه في ملعبه. اعتقد فوز بيحيي الامل تاني عندنا من جديد، وبيقربنا من الفرق اللي هي في الدايره بتاعتنا الحمد لله. النهارده الفوز كمان كان صعب، وفي اللحظات الاخيره بتفرج على المباراه وبشوف حضرتك وانت مش قادر تستحمل خساره نقاط اخرى، وبصراحة دايما بحس ان إيسترن بيعمل مباريات كبيرة. كل المباريات اللي لعبها في الفترة الأخيرة كانت مباريات كبيرة حتى لو واجهوا سوء حظ في النتائج. ودي حقيقة فعلا والله يا كابتن كريم، يعني مباراة بيراميدز المباراة اللي فاتت حظنا العكس، ان احنا قابلنا فرقتين كبار الأهلي وبعديها بيراميدز. صح. الأهلي الإحصائيات بتقول 6 فرص مؤكدة للأهلي و6 فرص مؤكدة لإيسترن كومباني. صحيح. الأهلي أحرز 4 أهداف واحنا أحرزنا هدف واحد، وانتهت المباراة 4-1. صحيح. مباراة بيراميدز زي ما حضرتك قلت كده من شويه، احنا كورتين في العارضه وكره اقصى اكرامي واكثر من كوره ضاعت مننا. لو افكر الناس كمان عشان اللي او حتى اللي ما اتفرجش على المباراه، عشان انا اتفرجت على المباراه كلها، انت كان ليك تصويبه اللي جت في العارضه الاولانيه دي قبل اهداف بيراميدز كلها، يعني كان ممكن المباراه اصلا شكلها يتغير. تتغير خالص بالظبط كده. صحيح. وطلعت بطريقه غريبه، يعني تيجي في العارضه وترد في ظهر شريف اكرامي، المفروض ان الطبيعي ترد في ظهره تخش جول، لا طلعت اوت. قابلنا سوء توفيق النهارده، التوفيق كان معانا الحمد لله رغم غيابات كتيره جدا، وانا ما بتكلمش على الغيابات وانا بخسر، انا بتكلم على الغيابات وانا كسبان. صحيح. احنا عندنا غيابات كتيره، خط الهجوم بالكامل، احمد امين اوفا، عماد ميهوب موقوف، احمد امين اوفا مصاب، النهارده فراس بن عافيه اول 5 دقائق يجي له مزق ويطلع يتغير. النهارده لو تبص بلاعب احمد تمساح فرود، رغم ان هو وسط مهاجم، بلاعب احمد حجي فرود، بلاعب محمد رمضان، دول كلهم وسط مهاجم، استخدمتهم كفراوده، وربنا كرم النهارده ب3 اهداف، ومباراه كانت جميله يعني من الفرقتين، مباراه مفتوحه كثيره جدا، 5 اهداف، في فرص ضايعه هنا وهنا، الحارسين تالقوا هنا وهنا، انما ربنا اراد انه يعوضنا عن عدم التوفيق الفتره اللي فاتت. ان احنا نفوز النهارده ب3 نقاط مهمين جدا في توقيت قاتل، يعني توقيت حاسم. صح. لو كنا لا قدر الله تعادل او خساره كان بنسبه كبيره قوي يقول لك خلاص يعني الامور صعبه فعلا، انما لا، مكسبنا النهارده بيقرب كتير جدا، وانا بشكر اللعيبه والله من خلالك. الولاد ادوا بروح عاليه قوي النهارده، ونتقدم بنرجع، نتاخر بنرجع تاني، ففضل كبير قوي من عند ربنا. مباراه النهارده متفائل يا كابتن علاء؟ متفائل، حاسس انه الامور قريبه انك تكمل في الدوري باذن الله يا رب؟ ان شاء الله متفائل، وده اللي انا بشتغل عليه وما بيأس، وورانا مجلس اداره برئاسه المهندس ناصر عبد العزيز بيساندنا بقوه، وثقته كبيره فيا كمدير فني وفي الجهاز وفي اللاعبين، ودي بتدينا روح اكتر واكبر واصرار اكبر ان احنا نكمل مشوار يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. المود حلو دلوقتي؟ كتير المود حلو بقى دلوقتي يا كابتن علاء، عشان انت لما مودك يبقى وحش بنزعل. لا والله، لما بيمودي وحش افضل الصمت احسن، يعني عشان ما نغلطش. دايما انت كده كابتن علاء ليك فيديو كل موسم، الفيديو ده طبعا انتشر جدا، اللي هو انا مودي وحش محدش كلمني في الكوره. لا، ما هو انت طالع من المباراه، بقول لك فرص مؤكده، 6 فرص مؤكده ليك. صح. مباراه الاهلي وست فرص مؤكده، هم يجيبوا 4 واحنا نجيب 1، ففنيات ما كانتش مباراه فيها فنيات كتيره، هي توفيق وعدم توفيق، فعشان كده ما رضيتش اتكلم في الفنيات في المباراه دي، وباركت للنادي الاهلي، والنادي الاهلي فريق كبير طبعا، ففضلت ان انا اصمت وما اتكلمش، وده شيء طبيعي وحق اصيل ليا طبعا. اتكلمنا في حاجات تانية، اتكلمت مع الصحفيين، فده شيء طبيعي. المهم المود يفضل كويس يا رب، عشان دايما تبقى موفق، ودايما شخصيه محترمه نعتز بيها جدا يا كابتن. حبيبي يا كابتن كريم، اشكرك شكرا جزيلا. كابتن علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومباني بعد فوزه اليوم على الجونه 3-2 في مباراه في منتهى الاثاره. ده بالنسبه للمباراه الاولى.